النهاردة بتنطلق مشاركة وزارة الثقافة بمهرجان العالم عالمين، وهي مشاركة بتستضيفها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للعام الثاني على التوالي. بيكون فيها فرق فنية واستعراضية ومسرحية وحفلات لنجوم الموسيقى، بالإضافة لكرنفالات السيرك ونشاط مبهر كمان بيقدم للطفل، ومجموعة كمان من الحرف التراثية لأول مرة هتشهدها مدينة العالمين. التفاصيل هنعرفها من المهندسة رانيا فايق، منسق عام مشاركة وزارة الثقافة بالمهرجان ومدير الإدارة المركزية للنشاط الفني بصندوق التنمية الثقافية. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين. اهلا وسهلا. للعام الثاني بتشارك وزارة الثقافة في مهرجان العالم عالمين السنة دي بعد نجاح مشاركة المهرجان السنة اللي فاتت. قولي لنا التفاصيل والفرق من المشاركة بين السنة دي والسنة اللي فاتت. وزارة الثقافة حرصت خلال فترة المهرجان السنة دي على تقديم باقة متميزة من العروض الفنية والاستعراضية اللي بتعكس ثراء الفنون المصرية وتراثها الأصيل. من خلال أكثر من 100 فعالية فنية متنوعة هتستمر لفترة الست أسابيع إن شاء الله اللي تبدأ النهاردة. محافظات مصر مليانة تراث غني، فرق الفنون الشعبية والاستعراضية بتبقى بتحمل التراث، الغنى، الأزياء، فجايبين أكبر تجمع من محافظات مصر في العالمين. مش محتاج تلف محافظات مصر عشان تتفرج على فنونها، كله متجمع هنا. جميل. في عروض فنية ل 17 فرقة من 17 محافظة، يعني على سبيل المثال فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، فرقة التنورة التراثية. بخلاف بقى هيكون في كرنفال في الممشى السياحي لعروض السيرك القومي، تقريبا 8 فقرات يومية تبتدي الساعة 9 مساء إن شاء الله. يليها الفقرات الفنون الشعبية الساعة 10 أو 10 وربع، فاحنا منتظرين الناس كلها تشرفنا ان شاء الله. جميل. برنامج حافل جدا بيقدم كده وجوه مصر الثقافية كلها في العالمين. حابين نتعرف من حضرتك عن طبيعة الشراكة وبروتوكول التعاون مع الشركة المتحدة في هذا المهرجان. هي مشاركة وزارة الثقافة في مهرجان العالم عالمين ثمرت شراكة قوية بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في كثير من المجالات مع قطاعات الوزارة، ودي السنة الثانية اللي بتمتد الشراكة والتعاون في مهرجان العالمين. طبعا الحمد لله الدورة الأولى السنة اللي فاتت كانت ناجحة جدا، والحقيقة أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حرصت منذ اللحظة الأولى لبدء الاستعدادات المهرجان على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح المهرجان وخروجه بالصورة الرائعة دي. طيب احنا عارفين ان في زلس، حضرتك كنت بتقولي ان في فرق للفنون الشعبية بتشارك في المهرجان، ابرز الفرق اللي بتشارك والفرق بين الفرق المشاركة المختلفة. زي ما قلت لحضراتكم احنا عندنا فرق من محافظات مصر من الوجه القبلي والبحري، حرصنا ان يبقى في تنوع كبير، يعني في فرق للآلات الشعبية، فرق التنورة التراثية، فرقة ملاوي، فرق سوهاج، في فرق كثيرة جدا، تنوع ثقافي كبير من محافظات مصر. كل فرقة ليها لونها، يعني كل فرقة ليها أغانيها وأزيائها وتراثها، فكل فرقة منهم يعني مليئة محملة بتراث محافظتها الناس تتفرج عليه. لأول مرة على هامش العالم عالمين هينطلق مهرجان متخصص للطفل، مهرجان نبتة، أنشطة مختلفة، فعاليات فنية وثقافية بتقدم للطفل. مساهمة وزارة الثقافة في هذا المهرجان، مهرجان نبتة ضمن العالم عالمين. بالفعل السنة دي في إضافة جديدة لمهرجان العالم عالمين، مهرجان نبتة للطفل. الشركة المتحدة بصراحة عاملة فيه مجهود كبير علشان الأطفال الموجودين يبقوا طول اليوم مستمتعين بفعاليات كثيرة. إحنا مشاركة وزارة الثقافة هيكون في عربة متنقلة، العربة المتنقلة دي بتبقى فيها إمكانية القراءة، الاطلاع، الورش الفنية المتنوعة. هيبقى في مشاركة، هم الشركة المتحدة حرصت إن هي تشوف وزارة الثقافة على مدار سنة إيه أهم المسابقات الفنية والأدبية اللي بيشترك فيها الطفل وبيفوز فيها، ف
فهم هيستضيفوا بعض الفائزين في أكبر المسابقات الفنية اللي بتقدمها وزارة الثقافة على منصة مهرجان نبتة في شهر أغسطس إن شاء الله. طيب أنا عارفة أن في 5 حفلات هتكون موجودة في المهرجان السنة دي، لو اتكلمنا عن الحفلات وعن مفاجأة فرقة المصريين وعودتهم للرائع هاني شنودة. طيب دلوقتي فعلا احنا في على هامش بقى الحفلات الكرنفال التراثي والشعبي اللي موجود في الشوارع، هيبقى في 5 حفلات مميزه جدا في المسرح الروماني في المدينه التراثيه، منهم طبعا باند المصريين المايسترو العظيم هاني شنوده، وطبعا احنا بنشهد عوده كبيره لباند المصريين، فاحنا حبينا نحتفي معاهم بباند مصري أصيل ليه عمر كبير جدا جدا، فهو هيكون موجود إن شاء الله معنا، بخلاف بقى في برضو عروض الأراجوز وخيال الظل، وهيكون في أوبريت الليلة الكبيرة كلنا بنتفرج عليه وبنحبه كبار وصغيرين طبعا، وفي برضو فرقة اسمها بي باند دي للآلات النحاسية والآلات النفخ، دي برضو ماتشنج مع جو الساحل والشباب وكده. دول الخمس حفلات اللي ان شاء الله يعني نتوقع ان يشهدوا اقبال كبير ورضا من الناس ان شاء الله. كمان في اهتمام باشمهندسة بالحرف التقليدية والتراثية طبعا. ليها نصيب في مهرجان العالم عالمين، وناس كتيرة جدا بيحبوا شغل الحرف التراثية التقليدية اللي هي كمان بتعبر عن الهوية المصرية من مختلف المحافظات. كلمينا عن مشاركة وزارة الثقافة في هذا الجانب تحديدا الحرف التراثية. برضو ده جزء جديد السنة دي، برضو كان في رغبة مشتركة من الشركة المتحدة، وإحنا طبعا لبينا أول ما طرحت الفكرة. إحنا في جناح للحرف التراثية، المركز الحرف التقليدية بالفسطاط، ده مركز معني بالحفاظ على التراث. صحيح. بيقدم حرف كتير زي الخزف والنحاس والحلي والقشرة والصدف خيمية نسيج، فكل ده إن شاء الله بنجهزه، هيبقى موجود ابتداء من أول أغسطس في المدينة التراثية في أرض المعارض. هيبقى في جناح بإذن الله كبير، وهيبقى مفتوح للبيع للجماهير بأسعار مناسبة جدا، هيبقى على هامش الحفلات، يعني الناس تروح تتفرج على الحفلة وتدخل المعرض وتشوف تراث، تتعرف على التراث والأصالة المصرية العظيمة. كل الشكر لحضرتك المهندسة رانيا فايق، منسق عام مشاركة وزارة الثقافة بمهرجان العالم عالمين، ومدير الإدارة المركزية للنشاط الفني بصندوق التنمية الثقافي.